أهلا، أنا مرة فرحانة أنكم رجعتوا لقناتي، لأن اليوم هتكلم عن حياتي في السعودية Part 2. آخر شيء تكلمت عنه أنه لما نقلنا بيت جديد كيف أنا كنت يعني أشعر بالوحدة وطفش، فأبغى أتكلم يعني بعض الأشياء اللي صارت. في أشياء صارت بخليها يعني خاصة فيها، بس في بعض الأشياء أنا يعني أبغى أشاركها معكم. أوكي، فأول شيء أنا اللي يعني سبب لي الوحدة أنه طبعا ما كنت أقدر أطلع برا وألعب زي أول. كانوا صديقاتي اللي في المدرسة كل يعني ما عزمتهم عندي في البيت أقول لهم تعالوا عندي، ما كانوا يقدروا، أهليهم ما كانوا يسمحوا لهم. يعني أتذكر كانت عندي يعني my first best friend يمكن وأنا عمري 8 سنوات. أتذكر أني كلمتها على تلفون البيت قبل الجوالات وكلمتها وقلت لها أنه أباك تجي عندي ونلعب مع بعض. فقلت لي لحظة، قلت أوكي. أظن هي راحت تسأل أمها يعني إذا تسمح لها تجي عندي. بعدين رجعت سألتني قالت لي ألينا، قالت لي أنت عندك أخوان؟ وقلت أيوة أنا عندي أخو. قامت قالت لي أوكي لحظة. بعدين راحت أظن راحت تقول لي أمها مرة ثانية. بعدين رجعت تكلمتني قالت لي ما أقدر أجيب، ماما قالت لي ما تروحي عندهم إذا عندها أخوان. وبس، وهذه كانت حياتي. كنت أروح المدرسة أجلس أنتبه للدرس ونرجع البيت على طول، يعني ما كان في وقت أن نلعب. كنت أكره الويكند، تخيلوا يعني الناس يحبوا الويكند، أنا كنت أبكي في الويكند لأني أعرف أنه هذا الوقت اللي الناس يعني يطلعوا فيه وينبسطوا مع بعض وصديقات يتقابلوا، لكن أنا ما أقدر. أتذكر يعني مرات يعني خلاص أنا تعبت من الوحدة، تعبت وأقول خلاص أنا أبغى صديقات، أبغى أحد، أبغى ناس. ما في يوم من الأيام ماما شافتني كذا أبكي ويعني مرة يعني وصلت معايا وجات قالت لي لينا إيش فيكي يعني؟ قلت لها أنا بس أبغى صديقات. قالت لي لينا شوفي حالك، شوفي إيش عندك، أبوكي ما قصر عليكي وأعطاكي كل هذه الأشياء. وقتها أنا فهمت حاجة، material things are not as important to me anymore. عندي أني أكون حول ناس صار أهم من أنه يكون عندي أغراض ألعاب. فذاك الوقت أنا عرفت أنه money doesn't bring happiness, it gives you temporary, أعطيك سعادة مؤقتة لفترة معينة وبعدين ترجع تبغى لعبة ثانية وتبغى لعبة ثانية وبعدين حاجة ثانية وتبغى تشتري شيء ثاني. المال يجلب سعادة مؤقتة فقط، ما يعطيك السلام الداخلي. السلام الداخلي هذا ما تلاقيه في الفلوس. أوكي، طلعت أصور برا عشان الجو حلو ويعني تغيير شوية. أوكي، في هذيك الفترة يعني من عمري يعني 14 كذا إلى 19 كنت يعني لحالي أكثر الوقت، ما كان في أكشن في حياتي. في شيء واحد صار يعني شيء يعني أثر فيه نفسيا مرة، لدرجة أني حتى لما رحت المدرسة الجديدة ما كنت قادرة أسوي صديقات لأني كنت يعني مرة يعني متألمة جوا في نفسي بس أبكي. يعني الناس اللي ألموني كانوا الناس اللي أنا أحبهم، فما كنت عارفة أروح لوين، غير أنه ما أقدر أطلع، ما في مكان يعني for activities، نشاطات نسويها. أنا مرة كنت أكره العباية، أنا لازم أوضح هذا الشيء. يعني في بنات لما يلبس العباية أشكالهم يعني مرة حلوة، مرة أنيقات، وهم يعني فرحانين هم لابسينها، هي عجبتهم هم مبسوطين فيها. لكن في بنات زي أنا أنا ما أحب ألبسها. يعني كل واحد عنده ذوق، أوكي، وأنا هذا ما كان يعني ستايلي أنا. فكنت كل ما طالع في المراية وأشوف نفسي بالعباية أحس أنه هذه ما هي أنا.
فكنت مرة ما أرتاح لما ألبسها، فأنا كنت أفضل أحياناً أفضل إني أجلس في البيت على إني أطلع وألبس هذه العباية. كل هذه الأشياء مع بعض تجمعت في هذه السنين، أنا كنت يعني من جد ماني مبسوطة أبداً. خرجت من المدرسة وكنت عارفة إني أنا يعني الحين وقت الجامعة صح؟ يعني البنت يا تتزوج يا تروح الجامعة. كنت أبغى أدرس شيء يعني في الفن، لأنه طبعاً كل يعني دائماً كنت عارفة إني أنا أحب الرسم، بس أهلي ما رضوا لي، قالوا لي يعني خليها هواية. وبعدين الجامعة اختارت لي بيولوجي عشان درجاتي كانت عالية في المدرسة في البيولوجي. يعني كنت عارفة أني أنا ما أشوف نفسي في المستقبل في الأحياء أبداً. أهلي قالوا لي حاولي جربي، لا تقولي لا على طول. فقلت أوكي. ما أدري ليش ضيعت وقتي. أول سنة كانت يعني بس تحضيرية، فكان يعني مو أحياء على طول، عرفت؟ فأخذنا يعني مواد مختلفة. يعني درست في الجامعة سنة ونص وبعدين تركتها. قلت لهم أنا خلاص ما عاد أقدر أتحمل، لأني كنت أبكي كل يوم، أبكي أبغى آرت، ما أبغى هذا الشيء. ما استسلمت. رحت قدمت على جامعة الأمريكية في الشارقة، وطبعا قدمت على قسم ملتي ميديا ديزاين، وأرسلوا لي أني أنا قبلت. أنا يعني كتبت لهم بالإنجليزي، كتبت أني أنا أحب الرسم، كتبت أني أنا يعني البرامج اللي أستخدمها يعني فوتوشوب، I was already a digital artist، وكان عندي قناتي في اليوتيوب كمان، هذا الرابط إذا تبغوا تشوفوا يعني أعمالي الفنية. المهم قدمت على الجامعة الأمريكية وانقبلت وانصدموا أهلي. بس في الأخير اتقبلوا الموضوع. و معليش لحظة، الطيارة تروح. صار عمري 20 سنة، دخلت 20 يمكن ثاني يوم في الجامعة كان عيد ميلادي. وبعد كذا يعني كان الجزء الثالث من حياتي، دخلت جزء مختلف، يعني مرحلة مختلفة في حياتي كانت. فعشت سنوات في الإمارات يعني، وحتى في الإمارات يعني مريت مراحل. فأول شيء كان مرة حلو ومبسوطة، كان عندي صديقات وكنت يعني كنت ساكنة في السكن الجامعة في الدورم، فكنت أقدر أطلع أمشي على كيفي متى ما أبغى. على الأقل السكن كان كبير وكنت يعني في مكان أمشي فيه وأطلع أتمشى وأتنفس، وما كنت لازم ألبس عباية. هذه قصة ثانية بعدين أقول لكم عليها في الجزء الثالث. الجزء الثالث من حياتي. بس يا لما رحت الإمارات يعني جربت شوية الحرية. بس كمان حاجة أنا أبغى يعني أقول لكم، مو كل الناس كذا في السعودية، أوكي؟ كل شخص يعني له حياة مختلفة، واقع غير عن الثاني. أنا بس أتكلم عن قصتي أنا وإيش اللي صار معايا أنا. بس مو معنى إنه كل الناس كذا، يعني أنا ما أعرف ناس كثير زي، يا ليت لو أعرف ناس زي شوية. إذا تعرفوا أحد يعني ممكن يعني يحس اللي أنا حاسة فيه، شاركوا مع الفيديو. وأتمنى إنه استمتعتوا بالفيديو، ولا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب، ولا تنسوا زر الجرس، وعندي باتريون إذا تحبوا تدعموني، الرابط في الأسفل. أشوفكم في الفيديو الجاي الجزء الثالث، أوكي؟ باي. There's no one like